طيب دكتور خالد شيات، الملك محمد السادس قال أيضا في هذا الاتصال مع الأمين العام الأممي، قال إن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان انسيابية حركة تنقل آمنة للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المغرب وموريتانيا. ما الذي يستلزمه هذا الأمر؟ يستلزم أن يبقى المغرب في المكان الذي هو موجود فيه اليوم، بمعنى أن التحرك الآن سيعطي فرصة أخرى للبوليزاريو لكي تعود إلى هذه النقطة، لأن هذه النقطة الوحيدة التي تقول من خلال البوليزاريو نحن هنا. يعني إذا كان الأمر يعني بالنسبة إلي، حتى لو كانت هناك يعني استعمال القوة، حتى لو تجرأت على ذلك في شرق الحائط العسكري المغربي أو شرق الجدار المغربي، سيكون الأمر ليس بنفس الطريقة البروباغاندية أو الإعلامية التي تحولها ذلك في الجرجرات، بمعنى أنه العملية عملية أكثر منها يعني عملية دعائية أكثر منها عملية عسكرية أو عملية يعني هي استفزاز كما قال جلالة الملك. يعني في وهذا الأمر يعني توقف اليوم، يعني توقف في حدود استراتيجية معينة كما ذكر الأخ الكريم في المستوى التوسيع أو يعني اتجاه الجدار نحو الجنوب نحو موريتانيا، وبالتالي سيكون هناك التزام يعني من الجار موريتانيا في هذا المستوى الاستراتيجي. ولكن دعني أقول لك أيضا أنه أمام البوليزاريو الآن خيارين يعني لهما مر، بمعنى أن تدخل في صراع عسكري مباشر، وبالتالي ستكون طرف يعني هو نفس النتيجة التي انتهت إليها في أواخر الثمانينيات، بمعنى أن دخلت المفاوضات بعدما تعذر عليها الاستبراك الحرب، أو أن تستعين، وهذا سيكون يعني أكبر يعني خطأ يمكن أن يقع في هذه المنطقة، أن تستعين بما يسمى الدستور الجزائري، وبالتالي تتدخل الجزائر لحماية نوعا ما هذه الجمهورية عن طريق المستوى العسكري، أي في شرق المستوى الحائط العسكري أو جدار الدفاع المغربي، وهذا سيعني حرب مباشرة بين أو حرب إقليمية حتى لا أطيل. ولكن عفوا، هل سقطت الحقيقي؟ نعم عفوا، عذرا على المقاطعة، هل سقطت البوليساريو في فخ أنها كانت تريد أن تجذب الاهتمام الدولي لها كونها هناك فتور واضح جدا في الاهتمام بها، فأشهدت على نفسها العالم كونها تقطع طريق تجاري حيوي دولي؟ هذا عمل قطاع طرق كما جاء في كثير من البلاغات، بمعنى أنه الآن تحولت الظروف، والكل على العالم يعرف أن تحول الظروف. عندما كانت البوليزاريو محمية من الجزائر، والجزائر محمية بالمعسكر الشرقي سابقا في إطار الحرب الباردة، كان لهذا النزاع صدى على مستوى المنظومة الاشتراكية في العالم، وهذا أمر يعني الآن لا يوجد إلا في بعض تصريحات بعد هنا وهناك لبعض المحسوبين على هذه التيار المتآكل على المستوى التأثير الدولي في العلاقات الدولية الراهنة. إذا كانت البوليزاريو تريد هذا فقط فإنها يعني لم تحقق شيء، بل إن المشكلة هو أن نتساءل الآن عن مستقبل، وتحدث عن المستقبل هنا بالمعنى الذي ستكون فيه البوليزاريو في هذه الحالة، في هذا الجو من الحصار الدبلوماسي، في هذا الجو من الحصار أيضا العسكري. أقول لك العسكري لأن ليس هناك إمكانيات كبيرة للهجوم إلا في حالات كانت هناك هجومات هنا وهناك بدون أي غاية استراتيجية، بمعنى أن الأمر محسوب حتى على المستوى العسكري صحيح. في نظري إذا كان هناك حماقات، وطبعا ولكن أقول المشكل هو في ما صرح به بعض قادة البوليزاريو من تصريحات تثير العلاقة في المنظومة الإرهابية، بمعنى هناك تحريض أحيانا على أعمال تخريبية في المغرب وفي داخل الوطن يعني عموما، وهناك تصريحات يعني كثيرة تصب في هذا الاتجاه ونوع منها، وهي كلها تصب في الحرف في الأعمال الإرهابية. إذا كانت البوليزاريو تريد أن تتحول إلى هذه المنظومة كما حدث في بعض الحالات المشابهة في خاصة في أمريكا الوسطى في التسعينيات وثمانينيات القرن الماضي، من حركات ما يسمى بالتحررية إلى حركات يعني تقريبا عصابات إجرامية، فإن الأمر يعني مناسب جدا بالنسبة للبوليزاريو في هذا الوضع، خاصة في الساحل والصحراء مع الخطر الإرهابي بالجماعات المسلحة هناك. نعم.